ما كناش نحلم نعيش في البيت ده يعني، ولو قعدنا احنا حضرتك طول عمرنا ما كناش عملنا يعني اول 1% من اللي هم عملوه. هو كان حلم يعني، انا مش مصدق ان ده كله ده هيحصل اساسا يعني. والله والله ما كنا مصدقين ان احنا ان البيت هتعمل كده. كلمه حياه كريمه هي كريمه بكل معاني الكلام بصراحه. البيت ده كان بالبلوك وبالعفش وبالجريد وبالافلاء والتعابين والفران والصراصير، ده فضل من عند ربنا. وانا جوزي كان ميت وساب لي 5. والله والله ما كنا مصدقين ان احنا ان البيت هتعمل كده، وما كناش مصدقين ان كمان الفرشه كمان هتفرش كده، لان الهدوم كانت في الليشوله وكنا بننام على الارض. هنعمل ايه؟ ما كانش فيه، والعيشه كانت تعبانه وما كانش فيه حاجه. لكن بصراحه من ساعه ما عملوش في صرمكوه لنا كيف، وركبوا لي مرايه كيف، وركبوا لي ما كانش على باب كنت حاطه عليه ستاره، فضل من عند ربنا والله. ولا كنت حاطه نوعين في صحان في حله في فرن كان قديم كده كنت حاطاه عليها الحاجات. لكن اللهم صل على النبي، شوف الحاجات العسل اهيتي والحاجات الحلوه دي اهيتي، حد يطول الحاجات العسل دي ولا الحاجه ولا الدش دي ولا البتاع الحنفيه دي اللي عسل اهيتي. والله والله الاوضه دي مش هكذب عليك، انا كنت عامله سرير بلوك وكنت عليها مرتبه وبننام عليها، والباب كنت حاطه له حط الستار وبننام عليها، والحمد لله البيت اتعمل والفرح ما اقولكيش في قلب قد كده، وصندوق تحيا مصر يستر عليهم كله يفاديه يبارك لهم يا رب. افضل ادعي لهم لحد ما اموت، سطروني وخلوا الحاجات الحلوه اللي جت بيتي. الحمد لله رضا يا رب، الحمد لله. الحمد لله البيوت دي الاول كانت مش مؤهله ابدا للعيشه، كانت طبعا بالطوب البلوك، طبعا انت عارفه حضرتك حشرات بقى فران وصراصير وحاجات، طبعا انت بتبقى في شغل او في غيره وقلقان على اولادك وهم موجودين في البيت. عادوا تاهيلها من اول وجديد، جم سقفوا البيوت سقف كويس، محروها نقاشه، دخلوا لها ميه وكهرباء، زي ما حضرتك شايفه جابوا انتريه حاجه كويسه جدا صالحه للعيشه، بقى عندك سرير كويس جدا ليك ولزوجتك، دولاب كويس تقدر تحفظ فيه حاجتك. بصراحه هي فعلا كلمة حياة كريمة هي كريمة بكل معاني الكلام بصراحة. الأول ما كانش فيه تلاجة أصلا موجودة، دلوقتي الحمد لله رب العالمين زي ما حضرتك شايف تلاجة، لو بقى عندك أكل أو غيره تقدر تحفظه فيها. ملالة أوضة نوم وتسريحة وسرير وحاجات حلوة، جابوا لي معجون وفرشة وصابون ومشط. مصر يا أم البلاد والدغائي، أنت غايتي والمراد، والدغائي والمراد. أشكر صندوق تحيا مصر، أشكر كل من هو ساهم في توضيب المسكن بتاعنا. دي كانت حياتي الاول، وهو البيت كله كان كده، ده حته باقيه من البيت كزريبه، كنا عايشين كلها حته واحده كده مع بعضيها، جه عزلوا لنا ده عن ده وفصلوا لنا اوضتين وصاله ومطبخ وحمام وبلطونا وعملوا حاجات ما كانش الواحد يتخيل انها في حياته انها تتعمل. معانا نشوف المكان اللي وضبوه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبقى في حوض وش، انا مش مصدق والله، ده كل ده حلو. وجابوا لنا يعني شوف غساله، كنا بنغسل على ايدينا، جابوا لنا كل حاجات ومطبخه وتلاجته وبوتاجازه والتلاجه اهي وكل حاجه. شوف هو ده المنظر اللي انت بتصوره، ده هو كان نفس اللي تحت حضرتك. ده البيت بتاعنا، دي طبعا برندة عملها لنا برضو، كنا قاعدين هنا مش عارفين نعيش. البيت يعني كان يعني يعتبر زبال، والله احنا كنا عايشين في مزبل. العريشه جريد وبوص وفلاء، مبادره حياه كريمه، فنشكرها 100% ان هي عملت لنا بيتنا. انا حضرتك اول ما جيت المكان وقالوا لنا تعالوا عشان البيت تتعمل، فانا جيت يعني ما يعني اني اتلخبطت بصراحه في البيت، لان احنا البيت طبعا ما كانش كده خالص، واول ما شفته قالوا هو بيتك ده، فانا انبهرت بصراحه انا ومراتي وعيالي. يعني احنا كده عايشين يعني الحمد لله زي الناس، يعني لو ما كناش عايشين. بلادي 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 بلادي.
أمي وأبوي.